ازيكم؟ النهاردة هعمل معاكم البسكوت بطريقة سهلة وبسيطة، بدون بيض، بدون حليب، بدون زيت، بدون سمن. حقيقي البسكوت ده هايل، مش ممكن هيطلع من راسك. طعمه حلو قوي وخفيف وسريع جدا، وتبارك الله بيعمل كمية رهيبة. عايزه اقولك وانا بصور معاكي كان ابني واقف عمال يقول يا ماما انجازي، بس باللغه بتاعته هو، عشان عايز يعمل تيست على البسكوت. عايزه اقول احنا عملنا بطعم الشوكولاته وطعم الفانيليا، ممكن تغيري النكهه زي ما انت عايزه. قد ايه البسكوت بتاعنا حلو قوي وخفيف، اسمعي كده، اوبا يامي يامي، خطير صح؟ اللون حلو قوي، التسويه ممتازه، البسكوت ناعم وحلو. تعالوا ندخل على المقادير، انا عملت كميه كبيره، هديكم مقادير كمية صغيرة عشان تشتغلوا عليها، واما تحبوها اظبطوا، عشان كل مرة بعمل كمية بسيطة وبعدين اجي في النهاية اندم اقول ما زودتش ليه، اكيد حاجة حصلت لدماغي. المرة دي قلت لا، مفضلش افكر فاعمل كمية كبيرة. مسكت سكر البودر، نزلت عليه بالزبدة، الزبدة خرجتها من التلاجة، خليتها تبقى بدرجة حرارة المكان المطبخ يعني، وبعدين يعني مجرد انك تحط صبعك عليها يعمل مارك، يعلم. دوبتها مع السكر، وبعدين هنا هندخل دي جاستن كيس علشان اتاكد ان هو كويس، لاني بعد كده مفيش عجن، انا مش هشتغل دكاكس. دخلت الدقيق على السكر وال عفوا اسمه ايه، السكر وال وايه، قولوا معايا، الزبده، في وهنزل عليهم مع الدقيق، هنزل كله على بعضه بقى. في المرحلة دي بعد ما نخلت السكر نزلت عليه بذرة من الملح، بس انا كحيت فعدت مني، بس سمحوني عدوها. وبعدين بعد ما نزلت عليه هلم الخليط كله زي ما انتوا شفتوا. طبعا في حاجة كمان عدت مني نسيت اقولها لكم، ان انا حطيت فانيليا على الزبدة والحليب، بس كده طبعا مصورها وهي ظهرت قدامكم، بس عشان انا تعبانة شوية فمعلش. هنا بتأكد ان قوام العجينة بتاعتي حلوة قوي ومظبوط، مش محتاج حاجة تانية. تمام، رحت مشكلها وكنت جايبه ده اونلاين، مش عايزه اقول لكم انا ما بحبش اشتري حاجه اونلاين، بحب اشتري الحاجه لما بشوفها، بس اقدر اقول لك اقيمها لك بحوالي 70% اللي هو الشكل او القوالب دي، يعني هي سهلت معايا على طول، بس مش اسمعي يعني مش هي بتاعتي. ما علينا، بعد ما كورتها بالشكل ده حطيتها في الصينيه كلها عشان ما تعبش بقى، مش كل شويه اعمل واحده واحده، لا كوري الصينيه كلها بقى وروحي نازله عليها بالقالب كده، طخ تيخ طخ تيخ، هتلاقي نفسك خلصتي. تمام، الاحسن انك لو هتعمليه على ورق الزبده، ورق الزبده يكون محطوط على الترابيزه، ما تحطوش على الصينيه عشان الكوكيز ما يلزقش جوه القالب. تمام، وتاكدي دايما ان القالب بتاعك نضيف عشان تنجزي بسرعه. وده شكله، هنا ده نكهه الفانيليا. تمام، شكله حلو قوي، مشغله الفرن على درجه حراره 180، هيدخل يقعد 10 دقايق، اكتر من كده ضاعه، من 10 دقايق ل 12 دقيقه، that's it. تمام، هاخد هنا شويه دول العب فيهم في نكهه تانية. استخدمت في البيتفور نكهه النوتيلا، كان طعمها خطير، عجبتني بدرجه 200%، الطعم غير كانك بتاكلي قطعه من الشوكولاته. وبعدين نزلت عليها بالكاكاو الخام وقلبتها، طبعا قلت انجز بقى وبلاش استخدم البتاعة دي، رحت ماسكه بايديا بصوابعي كده لميت، ما عجنتش، لميت قولوا معايا الكاكاو مع النوتيلا بالشكل ده، وما ضفتش اي حاجه. لو مش هضيف نوتيلا هحط كاكاو خام، ممكن احط معلقه زبده معاها عشان تطري العجينه شويه. هنا بقى هحط في كل بسكوته واحده من اللوز وواحده كده من الفستق، زي ما انت عايزه، الحشو اختياري، ده مجرد تغيير، اصل مش معقول هياكلوا كل الكوكي الساده ساده، يعني لازم يبقى فيه تغيير، اتفقنا؟ وبرده ده اختياري، ممكن تعملي كده او كده. عايزه اقول ان الفانيليا مع الشاي بحليب حكايه، او الشاي اللي هو الاسود ده والشوكولاته مع القهوه حكايتين، ما تعرفيش، مش هتعرفي تتحكمي في نفسك، حقيقي ما فيش كنترول في الموضوع ده. كنت هتجنن، انا مستنيه اكل، مستنيه يخرج، مستنيه يهدى عشان ابتدي اكل منه. تبارك الله، اللهم بارك، حلو قوي قوي قوي. زي ما قلنا هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، 10 دقايق فقط لا غير. لو حب اللون يبقى محمر شوية ممكن 12 دقيقة، اكتر من كده ليش دعوة، اتفقنا؟
قدميه بقى زي ما انت عايزه. انا جبت حاجه صغيره كده بالشكل ده عشان اصوره قدامكم، والباقي طبعا حطيته في الصينيه وغطيت عليه بورق الزبده بتاعه، ما عملتش فيه اي حاجه خالص. قلت له يقعد مع اصحابه كده لحد ما احطه في كونتينر حلو واقفل عليه عشان تفضل ريحه الفانيليا فيه، والتاني يفضل ريحه الشوكولاته فيه. دي كانت طريقتنا في الكوكيز، حلو قوي، بدون بيض بدون حليب، ما ضفناش فيه اي ميه، ما ضفناش فيه زيت، حقيقي ما فيش اجمل من كده. كوكيز ريحه، طعم، قرمشه، ارتفاع، تقديم، تسويه، كل حاجه فيها ممتازه، فوق الممتاز. عملت شويه ساده اللي هي بالشوكولاته، شويه ساده، وشويه اشتغلت عليهم بالناتس، حطيت اللي هو قولوا معايا اللوز، وشويه باللي هو الفستق، ده الساده وده اللي باللوز، لوزايه واحده كده على الماشي، تعمل شكل حلو وتتغير في الطعم. انجوي يا جماعه، ما تنسونيش في دعوه حلوه من قلبكم، تابعوني على قناتي دي والتانيه وصفحتي على الفيس، وبقول لمتابعيني على الفيس لو سمحتي لو سمحتي تابعوني على اليوتيوب، محتاجه تشجيعكم عشان اقدر اكمل على صفحتي وقنواتي، بحبكم. وانجوي يا جماعه، دي كانت طريقتنا في البسكوت، انجوي.